أحسن الله إليكم. هذا يقول: لقد قرأت بأن كتاب الإبانة لابن بطة بأنه لا يخلو من الأخطاء، فما صحة هذا الكلام؟ والله مشكل إن كانك في صف ابن بطة وتبي تخطي ابن بطة، أعطاك الله علم غزير تساوي ابن بطة أو تفضل عليه، ودنا نعرفك ونشوفك. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا